لأكثر من 100 سنة ظلت عمارات الخديوي الشهيرة بشارع عماد الدين صامدة لتشهد على زمن فريد في طراز العمارة وفخامة الإنشاء. والعمارات دي أنشأها الخديوي عباس حلمي الثاني سنة 1911 على يد المهندس الإيطالي أنطونيو لاشاياك على طراز النيو باروك وعمارة حوض البحر المتوسط. والعمارات دي هم أربع عماير وأرقامهم 11 و14 و15 و18 وهم موجودين في شارع عماد الدين. وبعد خلع الخديوي عباس حلمي الثاني قالت ملكية هذه العماير إلى الأجنبي سيتون اللي هو سماها باسم الخديوية، وبقى حتى بعد تأميمها في أعقاب حركته